أعلنت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني بأنها واقعة في الحب مع شخص جديد، موضحة أن الإنسان لا يمكنه العيش بدون حب، مشيرة إلى أنها تريد فتح صفحة جديدة مع هذا الشخص الذي ترتبط فيه وربما تتزوج منه. قالت حوراني: تزوجت وتطلقت مرتين، ولا مانع إن تزوجت 5 مرات شرط أن ألتقي الشخص المناسب. وعند سؤالها عن طليقها أكدت أنهما على وفاق وبقيا أصدقاء، وذلك لمصلحة ابنتيهما.